إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، بدون حضور الواهس مواجهة سبعة رؤوس تجتمع على مسافة الميل، مسافة 1600 متر. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا الظهور، محاولات التقدم لمقام البدر للتقدم لصدارة هذا الشوط مع حضور أم السدر أيضا في المشاركة الرسمية الأولى مع رودريغز خوسي في المنتصف، مطاردة دومسكينو أيضا في المرتبة الثانية مع ميدانك يبدأ في الظهور من الخارج في هذه الأثناء. نتابع مشاهدينا الكرام سبعة رؤوس تتواجه على مسافة الميل، هنا التقدم لمقام البدر بطول تقريبا في المركز الأول، هنا المطاردة من أم السدر. ميدانك يبدأ الظهور بشكل واضح الآن في المرتبة الثانية، ربما من الخارج الآن تمسكين ويبدأ في المسار الداخلي مطاردا ومتحاذيا مع ميدانك في مطاردة للمتصدر. ميدانك في الصدارة للمتصدر مقام البدر فيما الظهور لميدانك ايضا من الخارج، ودمسكين واستحثاث من لويس موراليس للمطارده، هنا الاقتراب من المنعطف الاخير، هنا الاثاره تبدا، هنا مراحل الحسم، هنا مقام البدر في اول ظهور على مسافه الميل يتقدم مشاهدينا الكرام، يوسع الفارق، هنا استحثاث ميدانك من قبل كاميليوس بينا ودمسكين ايضا، هنا يبتعد مقام البدر، هنا حضور مقام البدر في الصداره المصنف الأعلى في هذا الشوط، يوسع الفارق ويذهب بهذا الشوط بهذا الحضور بهذا التميز، ما شاء الله تبارك الله، مستوى ونتيجة يقدمها مقام البدر. ألف ألف مبروك للشريف الزاوي شاكر العبدلي للمدرب المتميز شهلا ضياني.